السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله دي حلقة الأولى من حلقات الصحة بين أيدينا، هنبدأها إن شاء الله يوميا أو يوم بعد يوم إن شاء الله، انتظرونا. الحلقة الأولانية النهاردة هنتكلم عن الأمراض اللي بتصيب الأطفال نتيجة الديدان أو نتيجة الإصابة بالديدان أو نتيجة سلوكيات كتيرة هنقول عليها. أولا نمرة واحد، بالنسبة للأطفال في أول يوم بينزل وبيدخل الحياة، بالنسبة له أول حاجة محتاجين الرضاعة الطبيعية. معلش الأمهات ما تزعلش مني، شوف أنا بدأ الفيديو إزاي، الأمهات ما تزعلش، الرضاعة الطبيعية فيها مناعة طبيعية إلهية. في بعض الأمهات بيكرههم إن هم يرضعوا لأسباب نفسية، والأسباب ده هقولها لأن احنا درسناها في كلية الطب في السيكولوجي. الام ممكن معلش بتولد النهارده وتقول لك الولد مش عاوز يرضع او البنت مش عايزه ترضع، لا انت اللي مش عايزه ترضعي. ازاي؟ بالمقلوب. بالمقلوب. اولا العيل الصغير بينزل مغمض عينيه، اول ما نحطه على ثدي امه بيشتغل الشفايف على طول، وده مش كلام عيب اللي انا بقوله، ده كلام طبي. يبقى الوقت ينهوت في لبن اسمه لبن ايه؟ السرسوب. اللبن ده معروف طبيا، اللبن ده في اقوى مناعه ممكن تخلي الطفل ما شاء الله في وقايه الهيه لغايه 6 شهور قدام. خلاص يبقى اول حاجه بنعملها بالنسبه للاطفال، احنا قلنا صحتنا بين ايدينا، والاب والام مسؤولين. لو الاب هيرضع، لا الاب مسؤول وياخد باله من البدايات الاولانيه ديت، لان لبن الاطفال الصناعي مصيبه. احد الابحاث العلميه معلش اللي موثوق فيها قالت ان معظم الحاجات اللي بنشوفها في الشوارع من الاطفال من 99% منهم شربوا لبن صناعي. اللبن الصناعي يا جماعه الازمه بتاعت الكورونا الفتره اللي فاتت دهيت علمتنا ان احنا ما نامنش لاي حاجه بتصنع بره بلدنا، بره البلاد العربيه، فما بالنا دي مصنعه بره. يعني هم بيحبونا، معلش يعني دي كلمة المفروض ما اقولهاش، بس هل هم بيحبونا لدرجة ان هم عاوزين يغزوا اطفالنا؟ لا. يبقى نمرة واحد الام تراعي ربنا في تربية ابنها او بنتها. يبقى دي الخطوة الاولانية، انا قلت الصحة بين ايدينا، الحلقة الاولانية النهاردة الاطفال، وحلقة الديدان النهاردة هتكلم عنها، والحاجات اللي بتحصل وبتسبب أمراض كتيرة بالنسبة للأطفال سواء بنين أو بنات، وحاجات كتيرة وما يسببه الأنيميا والأكل اللي احنا بناكله والحاجات اللي احنا بندمر صحتنا بيها تلقائي. ومعليش ما زعلوش مني بعض الآباء والأبناء مشتركين فيها، معليش أنا هقول بعض المنتجات اللي معظم الناس الوقتي مختلفين عليها والمفروض ننبه عليها عشان ما نتحاسبش يوم القيامة. في حاجات جاهزة كتير بتتباع بره، معلش هقول اسمها، الاندومي. الاندومي دي فيها بلاوي، اثبت العلم الحديث والطب ان هي مليانة بلاوي وبتضعف المناعة. مشكلة ممكن اقول لطالب او طالبة بتاكلها ليه؟ ده مامتي بتحبها، ابويا بيحبها. معلش ازاي يعني؟ معلش ما هو اللي مضيعنا في الدنيا كلها حكاية الثقافة، الثقافة الطبية بالذات. فمعليش نحافظ على أولادنا. قلنا رقم واحد كده عشان نسلسل الأفكار، نمرة واحد الولد أو البنت أول ساعة بتولد فيها وبخرج للدنيا لازم يتحط على ثدي أمه. بقولها تاني لأهميتها ليه؟ عشان ممكن الأمهات تقول ده الولد أو البنت مش عايزة ترضع. طب ما أنت سيادتك معلش ما حطتهاش على صدرك أول ما نزلت أو أول ما نزل. خلاص. تاني حاجة عشان الشغل، انا مش واخده اجازه، ده انا هسيب الولد او البنت التيتا ولا الخالته ولا العمته ولا كذا. لا الكلام ده حرام حرام حرام. انت ليك اجازه سنه كامله، سنه كامله بتاعت الولاده، معلش لا خصم مرتب ولا اي حاجه، دي سنه بالنسبه لايه؟ لرعايه الطفل. بعد كده نعمل ايه؟ في حاجات كتير نقولها هنعمل فيها ايه، لكن اللبن الصناعي ده نمنعه تماما. ده في جه سنه من السنوات اللي عنده علبة لبن في صيدلية بيصرف عليها روشتة بألف جنيه عشان يطلع لك أو يطلع لك علبة إيه؟ لبن. وكلنا عارفين هذا الكلام، يعني معلش مش غلط إن أنا أقوله، ده كلام معروف.
يعني في بعض ناس كده بيخبوا في الصيدليات علب ألبان معينة ما يطلعش على روشتة ب1000 جنيه. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ معلش، ربنا عامل لنا لبن طبيعي، طب انا جايبة توأم، ربنا باعت لك رزق التوأم، جايبة ثلاثة، ربنا باعت رزق الثلاثة. الكلام ده بنضحك على نفسنا. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة الرعاية الصحية. الرعاية الصحية ازاي؟ النظافة بتاعت البيت يا جماعة. مفيش بيت لا يخلو من الذباب والنمل والصراصير. الكلام ده يا جماعة كله نحاول بقدر يعني نحاول بقدر الإمكان ان احنا نشوف لها حل، خاصة الذباب. معلش النمل يعني ابتلاء من ابتلاءات ربنا بالنسبة لنا برضو زي كورونا كده. خلاص النمل برضو موجود في البيوت، ناخد بالنا ما نسيبش حاجة مش متغطية. حاجات فيها سكريات، معلش، في طرق بسيطة، طبق فيه مية بنرفعها بحاجة كده ونحط عليها الحاجة. يعني الكلام ده ايه؟ المهم ان مفيش حاجة توصل لايه؟ للاكل اللي احنا بناكله. ما نسيبش اكل مكشوف، معلش، ما جهش غدا او عشاء او فطار والبيت مليان دبان. حرام علينا، حرام علينا، احنا ما بناخدش بالنا. واللي يجي يكلم حد، يا استاذ يا دكتور انت عامل لنا فيها كذا، ما هو الذباب في كل مكان. ولكن بقدر الامكان ما عنديش شباك سلك او بلكونه سلك اللي هو السراند اللي بيتعمل ده، كلنا عارفينه، ما مش غريب علينا. خلاص، ولكن ما فيش، معلش، اضل من حته واطلع الدبان بقدر الامكان. فضلت واحده اتنين هسيطر عليه، لكن ما اروحش ترابيزه عند حد كده ولقيت دبان اكتر من الناس اللي قاعده واكتر من الاكل. خلاص، يبقى الذباب بينقل اميبا، بينقل ميكروبات كتير، حاجات كتيره. ومش عايز اقرفكم برضو عشان ما ضايقكوش، الدبانه كانت فين بره؟ واقفه بره فين؟ ما احنا لو فكرنا شويه، معلش، مش هنتعب نفسنا ولا هنتعب صحتنا، ولكن احنا بندور على الحاجه اللي تتعب صحتنا وبنعملها. طيب في حاجه تانية، موضوع الديدان واكل الضوافر. معلش دي حاله نفسيه، سيكولوجي معروفه، في ناس بتقص ضوافرها ببقها، طبعا دي حاله نفسيه سيئه. في بنات بيحطوا الاشاربه والتحجيبه ببقهم لما يتحرجوا من اي حاجه. يا جماعه دي سلوكيات بسيطه موجوده، وموجوده في المدارس وبنشوفها، خلاص، وموجوده في كل حته. معلش ده الطرحه نظيفه يا استاذ، الطرحه نظيفه يا دكتور. لا مش نظيفه، مين اللي قال لك ليها نظيفه؟ هي لو بيضه ناصعه، بياض ناصع، هنشوف النقط السمراء، ما هي دي دبان او اي حاجه وقفت عليها. معلش. طيب انا عندي ولد او بنت بتريل على المخده، بلاقي ريال على المخده، دي ديدان سكارس. معلش، لان في بعض ناس طلبوا مني اتكلم حلقه مخصوص عن الديدان، فانا قلت ادمجها مع الصحه بين ايدينا والحلقه الاولانيه على الاطفال. طب اللي بيريل ده او بينزل لعاب على المخده، دي ديدان سكارس. يعني ايه ديدان سكارس؟ في علاج في الصيدليات وفي علاج في البيت. ايه اللي هو العلاج في البيت؟ يعني ابني او بنتي عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين، معلش، التوم قاتل للديدان، قاتل. ما فيش اي ديدان في البطن بتستحمل الايه؟ التوم. خلاص. طيب في علاج بره، في طارد للديدان وفيه قاتل للديدان. كلمه الطارد ديت ممكن تعمل قلق في البيت، ان انا ممكن الاقي ديدان لسكارس، لان ديدان لسكارس طول الالم، طول الالم كده. انا شخصيا شرحت لسكارس في كليه العلوم، يعني طول الالم وتنزل من الفم، ممكن الاقيها على المخده، ممكن الاقيها في البراز، فتعمل قلق. دي اسمها طارد. باخد دواء ومشهور عشان ما اذكرش اسماء ادويه، موجود في الصيدليات، فيه طارد وفيه قاتل. قاتل بتنزل ميته بقى في البراز فما بتبانش قوي، لكن كون طارد وتنزل معلش كده بتتحرك كده ولا تطلع لها المخدة، معلش ناخد بالنا على اساس برضو ايه؟ الرعاية الصحية والطبية والوقاية خير من العلاج. زي ما نقول موضوع نزول الترع والمية والاستهبال اللي بيحصل في بعض الاماكن، يا جماعة كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الابناء دول اهم حاجة في حياتنا، هما دول الكنز بتاعنا، المفروض ناخد بالنا. هو ما عادش في سيطره ليه على الاولاد في الشوارع ولا البنات ولا، معلش ما حدش يزعل، هي حلقه معلش هتبقى ايه فيها كلام يعني
ممكن يضايق بعض الناس. خلاص ليه؟ ليه ما عادش فيه سيطرة؟ أولا وكان أبوهما صالحا، صلاح الأبناء من صلاح الأب والأم. نعرف ربنا كويس ونتقي ربنا، أولادنا هيطلعوا كويسين وندعي لهم بالهداية. إنك لا تهدي من أحببت، ده ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إيه الفرق بين الآيتين؟ وإنك لا تهدي، ها، إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنت يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام مات كافر، معلش، ولكن كان بينصره، وكان القصص دي معروف. خلاص يعني الهداية من عند ربنا، أدعي بالهداية، ويبقى فيه أدب وحوار كويس. طيب فيه ديدان تانية، عشان من إيه الناس اللي طلبت حلقة خاصة عن ديدان، فيه ديدان تانية موجودة، ديدان اسمها الأوكزيوريس إنجليش، عربي الديدان الدبوسية. الديدان دي صغيرة جدا 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 جدا، وأحيانا بتسبب هرش في فتحة الشرج. ده مش عيب ولا كلام، ده كلام طبي. يبقى الوقت هنا ممكن تطلع على الرئتين، ممكن تعمل التهابات في الرئتين، وممكن بتنزل تحت بتعمل ايه، هرش جامد في منطقة ايه، فتحة الشرج. خلاص طبعا في راسب ابيض بالدهن من الخلف بالنسبة لفتحة الشرج، عشان يموت الديدان اللي هي موجودة في هذه المنطقة، لان بتسبب ايه، احتكاك جامد او هرش جامد. طيب الديدان ديت لها برضو علاج، اقوى علاج لهذه الديدان كلها مجتمعة هو التوم. يا استاذ مش قابلين ريحته، معلش، الحاجة اللي منعرفهاش عن التوم، انا هعمل حلقة كاملة عن التوم. التوم نفسه صحة بين ايدينا، ده فكر جديد بالنسبة للطب والعلم الحديث. التوم ده لوحده اكتشفوا في اكتشافات مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مضاد للفطريات. معلش مش قابلين ريحته، ما يهمش، شوية ونحاول نتصرف، خضرة ناكلها، معلش نعناع، ممكن ناكل اي حاجة، اي حاجة تضيع الريح، ونتقبل ذلك، لان اقوى جهاز مناعي او اقوى مادة مناعية لجسمنا هو التوم. ومعظم الناس بعدين عنه عشان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيروح في الغار وما يعني كان رجع طعام عشان فيه توم. لا معلش، وكان بيروح يقابل سيدنا ايه، جبريل، معلش ما حرموش. خلاص فالطب الحديث والعلم الحديث اثبت فعلا ان التوم قوي جدا جدا جدا. انا بركز عليه ليه؟ عشان الديدان، عشان برضو احنا مدخل ادوية، احنا احيانا بنحتاج لادوية وبالاكراه معلش، لان احنا قلنا في حاجة اسمها اثار جانبية للادوية، سايد افكت. سايد افكت يعني ايه؟ الاثار الجانبية كنا بندرسها في الطب قبل الاستخدامات، قبل الانديكيشن، ودي بعيدها تاني وتالت ورابع. خلاص عشان الكورتيزونات بتتاخد اليومين دول في الكورونا، مش عايز اتكلم عن الكورتيزون لان في حلقة كاملة عن الكورتيزون. في كورتيزون في جسمنا طبيعي، بيطلع طبيعي في جسمنا، ما نوقفوش، ما ناخدش كورتيزون الا في اصعب الحالات. خلاص دايما اصعب الحالات ماشي، لكن ما ياخدش كورتيزون وودي حقنة في الايه، في الركبة، ما اديش حقنة ما اعرفش في ايه، في الكوع هنا في الايد، ما اديش كذا. معلش الكورتيزون له سحر عجيب بالنسبة للأطباء، مع احترام الجميع، أي طبيب يلتبس عليه أمر العلاج بيقوم وصف كورتيزون. إحنا في الأيام اللي إحنا فيها في ناس بتاخد جلسات كورتيزون قوية جدا عشان إيه، موضوع الكورونا ده ما نقدرش نتكلم عنه خالص الوقت، لأن دي معلش حاجات غصب عننا، لكن ما نستخدموش عمال بطال. اروح اكشف يوم كاتب لما اقول له السكر يقول لي ما عيادات السكر مفتوحه، الدكاتره موجودين بتوع السكر. لا صحتنا مش كده، صحتنا برضه ما نعرضهاش بالطريقه دي. خلينا في الاطفال برضه عشان الحصه النهارده او الحلقه النهارده عن ايه، الاطفال. اولا اتكلمنا عن معظم الديدان. طب البلهارسيا، البلهارسيا الحمد لله في منطقتنا في مصر حاليا وفي معظم الدول العربيه بدات تقل، لان فعلا منشآت الصرف الصحي اشتغلت بقدر الامكان كم كبير. يعني معلش يعني الصرف بالنسبة لمعظم المحافظات، معظم المحافظات مش كلها، خلاص اصبح في اماكن اخرى، ما عادش بتتعمل ايه في النيل او في الترع، ماشي الحال. يبقى في الحالة ديت الامور بدأت تهدى شوي، ولكن برضو مركبش قارب او لانش او اي حاجة من ادوات الترفيه في المية ومد ايدي،
امد ايدي في الميه، انا قلتها في حلقه قبل كده عشان ما نقعدش نقول احنا بنكرر، لو انا حطيت ايدي في ميه وهرشت بس هرشه كده اهو، مش معنى كده ان انا بشيل البلهارسيا، لا البلهارسيا دخلت، امال انا بعمل ايه؟ الديل بتاع الايه الجزء اللي دخل خلاص الديل. احنا عارفين البريصه او البرص، البريصه مالها؟ اللي بنشوفها في معظم الاماكن في السقف او بتمشي على الحيطه او في البيت، لما تيجي تضربها ديلها بنفصل بعد يتحرك شويه، معلش ده برضه اما الجزء بتاع السركاريا يدخل في مين؟ في جسم الانسان، ها الديل بعد يتحرك على ايديا بيعمل لي ايه؟ ارتكاريا او هرش. احنا نبعد برضه عن الميه عشان بالهريسيا حكايتها حكايه وعاوزها لها حلقه لوحدها عشان ما اطولش عليكم. يبقى الاطفال من بدايه اول ساعه خروج للدنيا، بختصر في الكلام اهوت او بلخص الكلام، اول حاجه ها الرضاعه الطبيعيه، ونبعد عن العلب خالص بتاع الالبان، هتقول هتوقف حال الصيدليات، صحتنا اهم من اي حاجه، معلش لبن الاطفال ده يا جماعه مش عارفين معمول ازاي ولا شكله ايه ولا اثاره السلبيه على البني ادم اما يكبر ايه. وبعدين انت ما حطتيش ابنك او بنتك على الثدي او صدرك، ما عادش فيه حب بينك وبينه او بينك وبينها، فبيطلع الخلافات والشتايم وكذا وكذا وكذا، وطبعا منهي انني اشتم ابني او ادعو على ابني او بنتي، لانه ممكن توافقها ساعه اجابه تبقى مشكله، وفي حوادث كتير حصلت فعلا، يعني في ناس دعت على اولادها في مرة الايام الدعوة اللي ادعت استجيبت او حصل لها استجابة، معنى كده ان انت كنت دعات على ابنك او انت دعات على ابنك، ما هو انت اللي ضيعته، خلاص هناخد بالنا من دي. يبقى اول حاجة اول يوم خلاص قلنا هنعمل ايه بالنسبة للاطفال، تاني سنة لان الرضاعة المفروض سنتين، تاني سنة انا هرجع شغلي وملتزمين اول الشغل، ممكن بقى نرضع ابننا، ليكي ساعة رضاعة في الشغل لو العمل جنب الـ الـ البيت، ما كانش يبقى فيه لبن طبيعي بقى، بعد السنة هيبقى فيه لبن طبيعي ممكن يشرب لبن طبيعي من عند ربنا، من عند الايه الاماكن اللي احنا بنجيب منها لبن كويس ونقي، يبقى قدام عينينا مش لبن بودرة ومش امورك وعندك الرضع وعندك الرضع بقديله على ما ارجع من الشغل الساعة 3 ولا الساعة 2، لا كده حرام برضه خلاص. يبقى احنا هنا ايه نظمنا الاطفال، بعد كده نحافظ على ابنائنا خلاص ونتابعهم، نتابعهم يعني مثلا لما يكبروا نتابعهم، معلش مش عيب خلاص، ونبقى قدوة قدامهم. طب الحاجة الخطيرة بقى عشان قبل ما انساها، التدخين حرام عليك كأب او اخ انك تدخن وابنك او بنتك موجودة في الشقة، ده اسمه تدخين سلبي، ده رقم واحد. رقم اتنين بيعمل وبيقلل وبضعف المناعة عند الأطفال، فناخد بالنا من الحتة دي. طب أنا لازم أشرب سيجارة ومعليش مش قادر أتحكم في نفسي، يا في بلكونة ينزل أتمشى شوية أتصرف، المهم ما دخنش جنب حد من الأولاد أو زوجتك عشان ما تظلمش حد، لأنك ده هتسأل عليها يوم القيامة، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة خلاص، لانه معروف طبيا ان السجاير دي مصيبه، بتعمل تكلس وبتعمل ايه الرئتين بتبقى لازقه ببعضها زي الرماد، يعني اي طالب دخل طب اول سنه في التشريح بيشوف بيجيب له عينه من الرئتين، ده بيشرب سجاير سودا كلها بلاك كلها بلاك حرام، والنفس نفسه طبعا. موضوع وجع البطن والماس والحاجات الكتيره اللي بتحصل للاولاد خلاص، اولا ممكن سببها استنشاق عوادم الايه السيارات، عوادم التكاتك، عوادم ايه الموتوسيكلات، والله يكون في عون الناس اللي قاعده في اماكن مزدحمه وقدامها عربيات كمان، لا وقدامها مصنع وقدامها ورشه وقدامها كذا خلاص، حاجات بصراحه ربنا يسترها على الناس. طيب دي حاجه. الحاجة الأخيرة برضو اللي هختم بها الحلقة النهاردة إن شاء الله، إن احنا نحافظ على أولادنا لأن دول هم الأساس. يبقى في بعض ديدان بتدهن لها دهان برضو من ورا، بقولها تاني يوم فتحة الشرج، وباخد علاج طارد للديدان أو التوم تتحط في السلطة كده خلاص، والكركم طبعا هنتكلم عنه قوي جدا ويقوي المناعة ضد الإيه جميع الأمراض أو معظم إيه الأمراض خلاص. ان شاء الله يوم ويوم
أو يوميا بقدر إمكاننا هنشتغل حلقات الصحة بين أيدينا. أول حلقة اتكلمنا النهاردة عن صحة أطفالنا وإزاي نحافظ على على الأطفال وإزاي نتابعهم كل حاجة بس بدون مشاكل، لأن القلق بيقلل المناعة، التوتر بيقلل المناعة، جهاز المناعي مظلوم، يعني جهاز المناعي في جسمنا مظلوم في عيشته معانا خلاص. فنحاول بقدر الإمكان نحافظ على صحتنا، ندي برضو حاجات مغذيات كويسة في الأيام اللي احنا فيها بالنسبة للأطفال عشان تقوي المناعة إن شاء الله. بإذن الله نتواصل سويا في حلقات قادمة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.